السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. واذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه تاعي من فضلكم الضغط على زر الاشتراك اللي هو الزر الاحمر وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. اذا اليوم جبت لكم ماسك للبشره كما راكم تشوفوا، يعني التطبيق على المباشر. واش نقول لكم، اللي عندها حب الشباب او الكلف ولا اي تصبغات في البشره اتبع الفيديو للاخير كامل بالك وتخرجوا. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش هذاك الجمال للفيديو وخليوا لي التعليقات تاعكم وان شاء الله نرجع عليكم كامل كامل. اذا كما راكم تشوفوا، اي طفله خاصه العويتقات يعني او البنات اللي راهم في سن المراهقه كامل عندهم حب الشباب. اذا هذا الماسك جد بسيط لكن يقضي تماما على حب الشباب. اذا نقول لكم تابعوا الفيديو الاخير والى هنا نبداو الماسك تاعنا. اذا واش عندي الا عسل الحر وعندي قرفه ملحيه وتكون جديده. هذو هما المكونين الاساسيين لهذا الماسك العجيب اللي يقضي على حب الشباب. والله عن تجربه نقول لكم، اللي عندها حب الشباب في البشره تاعها يعني خاصه اللي يجي في الجبهه، الماسك هذا موجه للبنات وللرجال خاصه مساكن الذكور. هذوك اللي نلقاو الوجه تاعهم معمر حب الشباب ومقيح حشاكم ويحشموا منه. نقول لهم الجمال ماشي غير للمرافقات، حتى الرجل يتهلا يعني في الزين تاعو. اكيد نحبوا نشوفوا رجالتنا وولادنا وخاوتنا يعني في احسن الصوره. لهنا عندي كميه تاع العسل الحر، اللي ما عندهاش تستعمل عسل الشفاء معليش، ولا اللي ما عندهاش تستعمل العسل العادي، المهم يكون عسل. بصح عسل الحر يكون احسن على خاطر فيه فوائد كثيره. ندير كميه يعني اختياريه، ما يجيش سائل بزاف وما يجيش ناشف. كما راكم تشوفوا نبقى نخلط ونخلط حتى نتحصل على يعني خليط متجانس ونخليه يريح شويه. كما تعرفوا يعني القرفه والعسل كي يتحدوا يعني يمنحوا البشره نعومه ونضاره، يعني يرجعوها ضويه ويغذي البشره على خاطر فيه بزاف فيتامينات ويخلص البشره من هذوك الميكروبات والبكتيريا اللي تسبب حب الشباب. وايضا تساعد على تبييض البشره وتفتيح اللون تاعها وتنحي التصبغات وتنحي الكلف اكيد مع المداومه. خياتي دائما نقول لكم المداومه. الماسك هذا تقدروا ديروا حتى 3 مرات ولا 4 مرات. حنايا صراحه كي نحكموا في ماسك مثلا انا وبنتي نديروا اسبوع ولا لهنا نديروا نهار بنهار هذا الماسك. وبنتي كانت الجبهه تاعها معمره بحب الشباب، والله يعني كما شفتوا في بدايه الفيديو بشره تاعها ولات صافيه صافيه. اللي حبت تزيد كترطيب البشره تقدروا تزيدوا شويه ياغورت ناتشورال هذا الخليط وديروها، خاصه اللي عندها بشره جافه ولا مقشره، يعني ياغورت ناتشورال تساعد على ترطيب البشره وتغذيها بزاف. لهنايا هذا العسل والقرفه يقضوا تماما على حب الشباب. خياتي دوموا على هذا الماسك، ديروه من الاحسن صباحا. ونصيحه بالك وديروا تقشير للبشره ثم ديروا الماسك. الماسك هذا ديروه وحده بدون تقشير. اذا خياتي انا هذا الخل التفاح حبيت نضيفه كاضافه في الفيديو على خاطر بزاف خرج عليا، وحبيت ننصحكم على بالي بالك عمركم ما شفتوه. شوفوا خل الاطرج، ان شاء الله تستفادوا من هذا الخل. اذا نروحوا لاخر الفيديو نهضروا على الخل. اذا لهنايا القرفه هذه والعسل هذه تقدروا تخبوها في الثلاجه مده اسبوع، ويعني ديروا بلاره وتخبيوها كل صباح ديروا. وايضا بعد ما ديروا الماسك هذا تخليوه واحد 20 دقيقه حتى وين ينشف تماما. غسلوا البشره تاعكم بالماء دافي عادي ثم غسلوا البشره تاعكم بالماء بارد جدا باه يغلق لكم المسامات، وان شاء الله مع المداومه توصلوا الى نتيجه مبهره كما وصلت انا لها مع الابنه تاعي. اذا لهنايا كما راكم تشوفوا تحكموا، احنا درنا مباشرة بظهر الملعقة على خاطر كنديرو بانسو ولا دا يخربش. لنا بظهر الملعقة ولا استعملوا يديكم، ديروا هذاك الماسك كامل على البشرة وقعدوا هكا كيشغل ديروا يعني حركات دائرية باش يعني يتغلغل داخل البشرة. وقبل ما ديروا الماسك هذا لازم
لازم تغسلوا البشره تاعكم. ونصيحه البنات اللي عندهم حب الشباب، من الافضل تغسلوا وجهكم بصابون الطرف والمدافي الصباح وفي المقيل وفي الليل، خاصه قبل ما ترقدوا. وننصحكم ايضا بهذا الخل يا البنات، خاصه اللي عندهم حب الشباب، والله يعني تجربه روعه روعه. اذا نحيي يعني محل بوعزي للتوابل في ولايه عفرون، بلديه عفرون عفوا، اللي بعث لي الفيديو بعد ما طلبته منه، يعطيه الصحه. والمحل غني عن التعريف، راح نخلي لكم صفحه محل بوعزي للتوابل في صندوق الوصف. كما راكم تشوفوا خل الاطراج هذا راهو يعني مفيد بزاف للجسم، يعني حتى اللي عندها دهون ولا سمينه مثلا، ولا عندها الكولون، ولا يعني تقدر، ولا نفخ في المعده، ولا تقدر تشربو دير ملعقه ولا بوشونه ولا وتشرب صباح. انا راني ندهن به البشره تاعي كل ليله، والله روعه روعه روعه. وان شاء الله يا ربي عن قريب ندير لكم فيديو مخصص لانواع تاع الخل المفيده للجسم. انا بما انه جربت خل التفاح حرق للوجه تاعي ولا، لكن جربت هذا الخل يعني للشرب، ويعني باه نديرو ايضا للبشره تاعي، والله يعني روعه. اذا ان شاء الله يا ربي في القريب العاجل راح نحط لكم عليه فيديو مخصص. اذا اما بالنسبه للماسك، ان شاء الله يا ربي تجربوه وهكا، ونقول لكم بلي كوراج شويه، تهلاو في البشره تاعكم وفي الجسم تاعكم وفي شعرتكم. واي تعليقات ولا اي اسئله خليوها لي، وان شاء الله نرجع عليكم كامل كامل. ولا نسيت كاش وحده فيكم ما تلومونيش، الله غالب، تعرفوا المسؤوليه الكامله، يعني راه يد وحده ما تصفق. اذا نقول لكم داوموا على هذا الماسك، وان شاء الله تنجحوا معاه وتتخلصوا على حب الشباب. الماسك موجه للنساء وللرجال. نقول لكم تهلاو في روحتكم والى اللقاء.